بارك فيك يا حاضر. شكرا طال عمرك. خالد ساعتك في حيث ساعة المحاهم؟ كيف تبقى؟ طبعاً دمرة 35% طبعاً حاجة جوبنية طبعاً السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة محافظ محافظة عنيزة الأستاذ عبد الرحمن بن إبراهيم السليم، سعادة مساعد المدير العام للصحة العامة الأستاذ أحمد بن عبد الله العامر، العمر، سعادة مدير قطاع الصحة العامة بعنيزة الأستاذ الأستاذ أحمد بن عبد الله الهام. يعني أخذ اجتهاد من فوق ريال.